ندار راه دوزاتو عذاب لا حنا لا هي. انا ما نعش ما كنعش كنعش ليل كله ليل كله ما كنعش ليل كله ما كنعش معدفه درت سكانير ودرت لي ريم اليوم ثاني درت راديو سكانير اخر دابا قالوا لي الاثنين ولا بعد الاثنين جاي تاخذي لا انا كنمشي لداري كنمشي لداري كيجيبك دائما راجل هو اللي كيجيب لي حيت ما عندناش ديما كنجي في الموطور حيت ما عندناش باش نجيب لافيلانس صافي هادشي اللي قلت دابا شهر باش تشللت بحال هكا شهر رمضان وملي خرج رمضان رمضان كله دوزتو بحال هكا كناكل ناعس هكا ما كنقدرش نجلس باقيين ما عرفوش شنو عندي باقيين ما قالوش لي عاد وليت هكا كنت صحيحة ما كان ضرني حتى حاجة حتى ولا رجلي تضرني مشيت دوز على الطبيب تما عندنا قال لي عندك سياتيك خرج لي الدواء وقال لي سيري تبعي في ميريتكو صافي انا جيت باش نتبع هنا لا باقا الحمد لله الحمد لله يا ربي شافيني وداويني يا ربي تشفيني يا ربي يا ربي احمدك يا ربي وشكرتك يا ربي. هاد السيده ديما تنجيبها في تريبورتور مراتي كنقول لها دير هاد السكانير دير هاد ليريم دينا درنا لها ليريم درنا لها سكانير وتندخلوها راه دابا دوزوها راه راهي ناعسه في تريبورتور خصني عاوتاني نديها حتى الولاد صالح فوق بوسكوره ما بقاوش لها البلاصه لا هو شنو كيقولوا ما كاين لا عندها لا ناس لا باقا حتى الطبيبه دابا الطبيبه دابا يلاه كتدير معها كتشوف لها في الراديوات وداك الشيء قبل من رمضان اسمع رمضان قبل من رمضان رمضان راه دوزاتو عذاب لا حنا لا هي وما عندناش حتى باش نكون باقي تيقول لك ودي السياتيك ولكن انا باقي كندوزو لها في الراديوات باقا ما قالت لنا الطبيبه والو ملي كنجيبوا للطبيبه الراديو ما كتقول لنا حتى حاجه كتقول لنا سيروا ديروا هذا الراديو اخر وسيروا ديروا هذا هادشي اللي كاين انا كنطلبها السيده تشافها وصافي هادشي بغيت عاد بغيت عاد صح صح لينا وصافي هادشي اللي كاين معذبه مسكينه لا ليل لا نهار كتبقى تغوت راك سمعتها بودني ما كتقدش تتحرك كتمشي على الحمام على الطواليت تخرج بحال كتخوي عليها الماء طيب كتولي عرقانه وكتولي كتغوت والحريق لها في النص كنبقاو حتى من وقتها كيقولوا لنا سيروا بحال دابا حنا دابا حنا نيت غنمشيو دابا لا من 7 الصباح حنا هنا الماكله انا الدنيا انا الماكله نسيتها انا بعد نسيت الماكله نسيتها والله يدير شي تاويل ديال الخير والله يجيب لها الشفاء والحمد لله على كل حال الحمد لله. متنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.